فيما يتعلق بالقلق فقد أكاد أجزم أن أقول بأن القلق بالمغرب العاصمة دياله هي مدينة القنيطرة، وأكيد بأن مدينة القنيطرة هي التي تضم أكبر عدد من اللقالق على الصعيد الوطني. واللقلق كما كتعرفوا في مدينة القنيطرة له تاريخ، والمغاربة يعرفون جيدا هذا الطائر اللي هو بالعرج، لأن يعني كثيرا ما يقف على رجلين واحدة ويسمى بالعرج. ولكن باللرج ولا اللقلق في مدينة القنيطرة اليوم مع التمدن والعمران الجديد أصبح يعاني أكثر من الماضي من مشكل السكن، خصوصا وأننا ندرك اليوم ونعرف اليوم علميا على أن العديد من الأصناف والعديد مش من الأصناف العديد من عدد كبير جدا من اللقلق أصبحت مستقرة بمدينة القنيطرة. وسوف تجدون من خلال إطلالة على المدينة على أن اللقلق متواجد بكثرة طوال واد سابو، وأقول كذلك من العوامل التي أدت إلى استقراره ووجود مطرح قريب من المدينة من النهر. وكما قلت أصبح اليوم يعاني في مسكنه وفي أسرته، لأنه هو من الطيور التي تتزوج ويعني تظل وفية، الزوج يظل وفي للآخر ويبنون بيتا كالإنسان تماما ويحرصون على تربية أبنائهم وتعليمهم. ولكن مع كامل الأسف فما نراه اليوم هو جهل تام ويعني نكران لتواجد وكينونة هذا الحيوان أو هذا الطائر الجميل.